بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع اللي حواليه خطوط حمراء من فوقيه وتحتيه ودوائر حمراء كتير هو موضوع الجنس. والمشكله الاساسيه ان احنا الكبار نفسنا الموضوع ده احنا ما بنعرفش نتكلم فيه مع بعض، او مش فاهمينه صح، او عندنا مفاهيم خاطئه جدا عنه، او عندنا تعاليم مشوهه، او نتيجه تربيتنا المتزمته اللي علمتنا ان دي حاجه ممنوع الكلام فيها، فاحنا طالعين كده عندنا عمى من ناحيه الموضوع ده. لدرجة أن بعض الناس تعتبر أن الكلام في الجنس ده شيء مشين جدا، أو الجنس نفسه شيء مشين جدا، ونوصل لمرحلة التزمت الديني نتيجة النظرة الضيقة جدا لموضوع الجنس. لدرجة أن الأزواج نفسهم وبينهم وبين بعض بيقعوا في حرج شديد جدا نتيجة المفاهيم الخاطئة اللي موجود عندهم، مع ان مفهوم العلاقة الحميمة بين الزوجين هي اللي بتهدم اسوار وتعدي بحار ومسافات وتقرب الاتنين من بعض جدا جدا جدا. ففي فكرة خاطئة كمان عند البعض ان الحياة او العلاقة الحميمة هي ضد التدين، كأنهم بيعيشوا خطية معينة، وما زالت ناس كتير تبص تلاقي الموضوع ده عامل لهم عقدة نفسية، أو كأن الجواز فكرته ضد تعاليم المسيحية نفسها، فالبتولية هي الأفضل، فتبص تلاقي الموضوع نفسه شائك عند بعض الناس، والناس تبقى حساسة ناحية الموضوع ده خالص. مع ان هذا الموضوع والعلاقة الحميمة بين الزوجين هي احتياج مميز جدا بين الزوجين، بيتلاشى مع احتياجات كتيرة جدا قد نتمسك بها في عدم وجود العلاقة الحميمة. ونفسي اقول لكم حاجة مهمة جدا، كانوا عاملين دراسة رائعة في انجلترا، اكتشفوا ان 68% من المشاكل الزوجية سببها عدم الوفاق في العلاقة الحميمة بين الزوجين. 68% ده في انجلترا اللي الدنيا منفتحة فيها، اعكسوا الرقم يبقى 86% عندنا. علشان كده احبائي خدوا بالكم ان انتم نفسكم عندكم المحاذير ديت، فلما يجي طفل يتكلم في الموضوع ده اخرس يا واد، وبعدين الام توشوش الاب تقول له شفت الواد بيقول ايه، العيال فجرت، النت خلى العيال بقت بتتكلم في مواضيع احنا ما اتكلمناش فيها الا بعد الجواز، كأن الواد عمل جريمة مش محتاج ان هو يفهم ويعرف، وحاسس ان ده شيء الطفل في ابتدائي بيسمعه في المدرسة. شوفوا واحد زي المفكر والكاتب الروسي دوستويفسكي اللي هو عميد الأدب الروسي، يقول أن العلاقة الزوجية طريق لتخطي كل الحواجز والأسوار النفسية حتى يمتزج الشخصان. وشوفوا إرادة ربنا في اللي يخص الوحدة بين الزوجين، إنه ليس اثنين بل واحد، يقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان واحدا في علاقة جديدة. والعلاقة الزوجية العلاقة الحميمة هي وسيلة الاتصال الإنساني
اللي فيها ينشد كل إنسان العطاء والبذل والسعادة والبهجة اللي بيقدمها للآخر. وفي العلاقة الحميمة يكتشف الزوجين بعضهم، يكتشف الزوجين بعضهم. واحد اسمه جاك دومينيون يقول كده: عندما تكون النفس محبطة والثقة غائبة تصبح العلاقة الحميمة علاجا لهذه الأوجاع، بل ربما تكون هذه العلاقة أقوى أنواع العلاج الذي يكون كل شريك لشريكه الآخر في جنبات جنبه. بيتكلم عن مدى وعمق وأهمية العلاقة بين الزوجين. المعنى الحقيقي أن يصبح الاثنين جسد واحد. بتبين أن في اثنين ارتبطوا مع بعض، ودابوا الاثنين قلب وروح وجسد ونفس في عطاء متبادل ووحدة كاملة بين الاثنين. وكل تفسيرات الكتاب المقدس بتتفق على أن الجسد الواحد للزوجين مفهوم واسع بيضمن الحياة كلها، وأن مفيش وضع للمشاركة الكاملة أروع من العلاقة الحميمة بين الزوجين. شوف واحد كان اسمه دوايت سموك يقول أن العلاقة الحميمة أكبر من كونها عملا جسديا، فهي رمز للعلاقة الروحية بين الزوجين وتعبير عن وحدتهما الكاملة، وأنهما قد صار جسدا واحدا بحب زيجي، فهي الوسيلة لتأكيد هذه الوحدة وتغذيتها وتنميتها. العلاقة الحميمة هي التأكيد الجسدي لوحدة الزوجين، والكرامة الحقيقية للعلاقة الحميمة هي قدرتها على تعزيز الوحدة الشخصية بين زوجين ملتزمين إحداهما نحو الآخر في الحب والزواج والعلاقة، يشتركان في اتحاد لا ينفصل بدعوة الكتاب المقدس جسدا واحدا. مفاهيم شوية احنا بنبعدها عننا ونبدأ نفكر في الموضوع بطريقة صعبة، لكن نفسي أقول لكم حاجة. أكتر حاجة تعكنن البيت كله وتعمل مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل مادية كمان ومشاكل كبيرة جدا، هو عدم الوفاق في العلاقة الحميمة بين الزوجين. ونبص نلاقي الست عايزة تأدب الراجل فتستخدم السلاح ده، والراجل لما يعمل كده يبدأ يستخدم السلاح التقصير المادي في الصرف على البيت ويبدأ يضايقها بالموضوع ده. والكلام ده ينعكس في العكنانة بينهم بعض على الأولاد وعلى البيت، وينعكس أيضا بصورة أكبر أنك أنت تبقى في حالة الامتناع تبقى سبب عسرة ليه، ويبدأ يبص بره وتحصل مشاكل كتير خالص. علشان كده فهمنا أساسا للجنس كزوجين مش قادرين نوصل لعمق العلاقة الحميمة الروحية الجسد الواحد اللي اتكلم عنه ربنا، فإن احنا ما بنعرفش نجاوب على أسئلة أولادنا. ده الكتاب المقدس الرائع لما يتكلم عن الموضة يقول: عرف إسحاق امرأته. لما يجي يتكلم عن العلاقة الزوجية عرفها يعني إيه؟ يعني بدأ يدخل إلى عمقها ويعرف داخلها ويعرف فكرها ويعرف طريقتها. أحسن وسيلة للتواصل، أحسن وسيلة للتواصل.
أن يعيش كل واحد الآخر بعمق. وأكتر وسيلة تفرق اتنين وتعمل بينهم جاب كبير جدا هو إن إحنا ما نفهمش الموضوع ده صح ونتعايش معه بطريقة صحيحة. والإهمال في الموضوع ده بيعمل كوارث في الأسرة. أفتكر كان ليا طيار صديق ليا وكنا أصدقاء وقريبين جدا وكنا دايما نسافر مع بعض. وكانت مراته بتشتغل في بنك وكانت في بوزيشن وكانت مشغولة عنه جدا. فكانت تعمل الأكل وتسيبه في الثلاجة وكان قدامهم ست مش بتشتغل. فتقول لها فلانة من فضلك لما يجي الكابتن فلان وبيدخل يسخني له الأكل حطي له الأكل اعملي له سوي له. وهي ترجع من الدهولة وعرقانة وريحتها جاز وحالتها صعبة من البنك. والتانية فاضية وعاملة فول ميك اب وعاملة متبرفنة وعاملة ومتشيكة وتروح للكابتن تحط له الأكل وتقعد معاه تسليه طبعا على السفرة. وبدأت الحكاية تتطور وبقى في دلة وبقى في حب وفي علاقات. وساب مراته وارتبط بالست التانية الغير مسيحية لأنه وجد فيها احتياجه. فلما احنا بنهمل المواضيع ديت حتى في أبسط الأمور بتعمل كوارث على المستوى الشخصي والمستوى النفسي وعلى مستوى العصرات الروحية واحنا مش دارينين. علشان كده انا حبيت انبه في الاول ان احنا هل احنا فاهمين هذا الموضوع صح؟ هل عندنا الفكر الصحيح تجاه العلاقة الحميمة بيننا وبين بعض عشان نقدر نرد على اولادنا لما يجوا يسألونا ولا الموضوع صعب؟ هل احنا عندنا فكر ان الثقافة الجنسية شيء مهم جدا زي ما بتعلمي ابنك او بنتك الاتيكيت؟ هل انتم اصدقاء مع اولادكم؟ لما الولد يجي يسال بابا في سؤال الولد ما يقولوش من الاب ما يقولوش اخرس يا واد بلاش قله ادب اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ولا هو لازم يروح يسمع من اصدقائه من اصحابه فيقولوا له مفاهيم خاطئه ويعلموه بطريقه غلط والولد يطلع منحرف فكريا وبالتالي منحرف في كل سلوكياته؟ كل فكر يولد دافع والدافع يولد سلوك. فلو الفكر خاطئ يبقى السلوك كله ايه؟ كله خاطئ. علشان كده مهم نفهم ربنا قصده ايه من موضوع العلاقة الحميمة بيننا وبين بعض. احنا نفسنا مفيش علاقة، مفيش فكر، مفيش كلام، مفيش حديث، مفيش ألفة في العلاقة الحميمة في كلامنا مع بعض بيساعد على تحويل الاختبارات المؤلمة والاختبارات الوحشة إلى خبرات محببة لما نتكلم بموضوعية تشيل كتير من المخاوف بين الزوجين على الأقل في الأول، وتشيل كتير من مخاوف في ان احنا نتكلم في الموضوع ده مع اولادنا. طب لو كنا احنا الكبار ما بنعرفش نتكلم في الموضوع ده مع بعض هنقدر نتكلم مع الولاد الصغيرين؟ مش ممكن. لكن هل عندنا فكر وثقافه ان احنا نتكلم في المواضيع ديت بحيث ان احنا نوصل لافضل الحلول بيننا وبين بعض كزوجين وان احنا نفهم معنى وعمق الشركة أن العلاقة الحميمة بين الزوجين هي قمة الذوبان والحب والفهم والعمق وكسر الحواجز ونخلينا نتغاضى عن أخطاء كثيرة كل واحد للآخر ونسامح بعض في أمور كثيرة؟ وإن إحنا لما تكون هذه العلاقة مكسورة بيننا بنتلكك لبعض إن إحنا نتخانق ونتشاجر وإن إحنا يبقى بيننا دايما حيطة صد كده.
هل احنا عندنا فكر ان ما يبقاش في رتابة في العلاقة ديت وتبقى علاقة رتنية وتبقى عملية مملة ومش لذيذة ومش كويسة؟ هل احنا بنقدر ظروف بعض ان احنا نختار الوقت المناسب والظروف المناسبة ويكون في استعداد واعداد لهذا الموضوع يبقى شيء محبب؟ لو انا ما بحبش حاجة ما احبش اتكلم فيها ولا احب حد يكلمني فيها، وبالتالي لا احنا هنتكلم ولا نقدر نكلم اولادنا في المواضيع اللي زي كده. علشان كده شيء مهم جدا في علاقتنا مع بعض ان احنا نفهم انها مش مجموعة قوانين بتمارس كده بالتدقيق وبالدقيقة وبالثانية وبتتحسب، لكن نعرف انها علاقة رقيقة جدا وحساسة جدا وتبقى بتتطلب فهم وتفاهم وحرية في التعبير وفي الكلام مع بعض. يعني علشان كده احنا المفروض نثقف في هذا الموضوع عشان اقدر اتكلم فيه. فاقد الشيء لا يعطيه، مش هتقدروا تبدا اولادكم حاجه. والاولاد يسالوا اسئله محرجه جدا واسئله محتاجه حل، واحنا لازم يكون عندنا الثقافه اللي نقدر من خلالها نرد. علشان كده أحبائي لما ربنا خلق آدم وآدم كان في الجنة لا ينقصه شيء، حطه في جنة كلها الواحد وضله كل السلطان وكان يتكلم فم العذر ربنا، وليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس جيدا أن يكون آدم وحده. العزلة اللي بتعملوها بينكم وبين نفسكم من أكتر الشكاوي اللي الواحد بيسمعها طول هو صامت ما بيتكلمش. أنا بقعد طول النهار لوحدي ولما يرجع مش عارفة أتكلم معاه من النوع الصامت، أو هي تفضل مشغولة في البيت حتى بعد رجوعه وتبص تلاقيه مفيش أي نوع من التواصل. وعدم التواصل على المستوى الاجتماعي بيننا وبين بعض، على مستوى الأسرة، على المستوى الأسري، بينعكس تماما على العلاقات الأخرى. لو كان على المستوى البسيط مفيش التواصل، طب على المستوى الأعمق شركة هيبقى فيه تواصل؟ مش هيبقى فيه تواصل. الصمت الزوجي والخرس الزوجي احيانا بيكون مأساة في علاقتنا مع بعض، وبالتالي ان احنا ما نقدرش نقول حاجة لأولادنا حتى في ابسط الامور. لما تيجي مراتك نازلة الصبح وعاملة شعرها وعاملة نيو لوك جميل كده ولا انت واخد بالك، وتنزل تروح الشغل واول واحد في المكتب يقابلها ويقول لها واو ايه النيو لوك الجميل ده، تقول اهو المدهول ما قالهاش في البيت حتى. او تبقى لابسه بلوزه جميله وحلوه فيها واموره كده وشكلها حلو ولا خد باله ولا الموضوع فرق معاه، ونزلت في الشغل يقوم حد من صحابها من اللي قاعدين في المكتب يقول لها البلوزه دي في منتهى الشياكه عليكي. الحاجات البسيطة اللي تبدأ فيها الاهتمام بالآخر إذا ما كانتش موجودة، عارفين بتعكس الموضوع بشكل إيه؟ إن أنت مش بتشاركها، أنت بتستخدمها. بمعنى إيه؟ يعني هو ما يبقاش لطيف كويس إلا وقت الاحتياج بس، وبتبقى مجرحة جدا، مجرحة جدا. في أمور بسيطة وأساسية في علاقتنا زودان، هقول لكم حاجة مهمة قوي. عارفين زمان، أفتكر الموضوع ده وأنا صغير، كان في حاجة اسمها شاي العصاري. شاي العصاري ده كان الناس ترجع من الشغل ترتاح شوية
ويصحوا ياخدوا كوبايه شاي حته كيك بتاع او فاكهه بتاع، وتبص تلاقي الاب وامه قاعدين وبيتكلموا، والاولاد قاعدين شايفين، قاعدين يصوروا المنظر ده والشكل ده كله. فالاولاد يحسوا ان في ترابط اسري، وفي انه اسره وفي عيله، وبابا وماما بيتكلموا. كل واحد مننا محتاج ان واحد يتكلم والتاني يسمع، كل واحد مننا محتاج يخرج اللي جواه، يعمل ريليزنج للهاي بريشر اللي عاشه طول النهار. يبقى محتاج حد يسمعه. فلما يقعدوا يتكلموا مع بعض، هي تفهم فكره وتفهم اسلوبه وتفهم طريقته وتفهم ردود افعاله وتفهم بيفكر ازاي، فتعيشه. فعرف اسحاق رفقه، مش كده؟ عرفه يعني ايه؟ يعني بدا يعيش اعمقها. حتى القعده دي ما عدناش بنعملها مع بعض، فالجاب بينا واسع. وكل ما كان الجاب بينا واسع، كل ما كان نيجي نقرب نلاقي المسافه كبيره على ما نوصل للموضوع، فيبقى الموضوع بالنسبة لنا صعب. علشان كده أحبائي، محتاجين قوي إن احنا نعرف الطريقة اللي تنجح العلاقة الحميمة بيننا وبين بعض، عشان نصل إلى مرحلة الرضا والسعادة والسلام كأزواج في البيت. العطاء المتبادل اللي بينطبق على كل الزوج من الزوجة في الحب حقيقي، حب متبادل، مش حب ماشي في اتجاه واحد، مش ونوية. من الحاجات اللي تخلي انطباع مش كويس عن الموضوع ده، وان الناس تبقى مش حباه، الشد والقلق والتسرع في العلاقة دي، هو العدو القاتل للعلاقة الحميمة بين الزوجين. أنا بتكلم عن الموضوع على أساس إحنا فاهمينه إزاي، بنعيشه إزاي، انطباعنا عنه إزاي. هل هو فعلا عندنا إحباطات كتير وثقة غايبة، عشان كده مفيش علاج لأوجاع العلاقة الحميمة بين الزوجين؟ شوفوا واحد اسمه هاورد كليمبل يقول أن العلاقة الحميمة ليست تعبيرا عن مشاعر الحب المتدفقة فقط، ولكنها وسيلة قوية لتعميق العلاقة بين الزوجين. فالعلاقة الحميمة تغذي الحب، والحب يغذي العلاقة الحميمة. هل المفاهيم دي موجودة عندنا عشان نقدر نجاوب أولادنا؟ هل إحنا مثقفين من ناحية الموضوع ده؟ أسئلة كتير الأولاد هيسألها لنا، هل هنقدر نرد عليها؟ هل احنا عندنا خبرة نفسية وجسدية مليانة بالفرح والابتهاج والنشوة كده الراقية، ونشعر ان احتياج مميز فعلا؟ فلما الولاد يتكلموا تقول ان بكرة الاولاد دولت يا اما يعيشوا تجربة صحيحة ومفرحة، يا اما هتكون حياتهم تعيسة. علشان كده ناس يقول لك ان احسن تجربه في الحياه هي فكره الجواز، وناس تانية يقول لك دي تجربه فشله لان ما عرفش يعيش اللي هي الحياه الزوجيه صح. بولس الرسول علمنا، علم وهو بيخاطب بتوع كرونسوس، ان التجاوب في العلاقه الحميمه بين الزوجين هو جزء من علاقه الزواج المقدسه اللي بتاعهم. وقال إن جسدك ليس ملك ليك ولا جسدك ملك ليكي، لكن هو جسدك ملك ليه وجسده ملك ليك أنت. فلما بيتجوز اتنين بيتعاقدوا على منح
كل واحد منهما حقوقه الآخر. عشان كده بيخطئ الاثنين فكريا ومعنويا لما يحرموا الشريك الآخر من هذه العلاقة. النتائج سيئة على المستوى الفكري والجسدي والروحي بشكل خاص. ان انت ممكن تضيع أبدية جوزك او جوزك يضيع أبديتك بسبب عدم الوفاق في هذا الموضوع. يعصر ويبص بره ويعمل علاقات خارجية. بص هقول لكم حاجة وأبونا الموضوع ده يقول لك عليه، إن مفيش راجل يبص بره إلا إذا كانت الست متعبة جدا ومش لذيذة وبتعامله بطريقة مش كويسة، ويكون السبب الأول للموضوع ده إن هي مش قادرة تتجاوب معاه بطريقة جميلة ولطيفة ولذيذة محببة. وإن الست مش ممكن تبص بره لشخص آخر إلا إذا كان الزوج متعب ومقرف ويكون مش لذيذ أو عنيف أو الموضوع ده جواه مفاهيم ومش سليمة. فشوفوا قد إيه الموضوع أعماقه ونتائجه قد تكون سيئة روحيا، إن هي تدمر اتنين وتفقدهم أبديتهم. فالموضوع مش بسيط ولا سهل. فإحنا لما نربي أولادنا تربية صحيحة بفكر صحيح بردود صحيحة على أسئلتهم، أولادنا يطلع عندهم نضج جنسي إذا جاز التعبير، وعندهم فهم صحيح للأمور ديت، فما يطلعوش معقدين جنسيا ويطلعوا جوازاتهم مدهولة. فيجي ماما انت جبتي اخويا ازاي؟ ما نبقاش عارفين نرد نقول عليه. حتى الطريقه الروحيه لو ردينا حبيبي، ان في من زمان خالص كان ادم لوحده، ربنا اداله حواء تبقى ام يجيبوا اولاد، ونتيجه علاقتهم مع بعض علاقة جميلة كويسة بدأوا يجيبوا أطفال ويجيبوا أولاد، وبدأت الدنيا تبقى كده وتتكاثر وتكتر وتعمل، وربنا قال لهم تكاثروا واعملوا. ففي علاقة بين الزوجين نبدأ نفهم بطريقة شيك وكويسة الأولاد ونرد على الردود بتاعتهم. وتبص تلاقي الأولاد ترد تجاوب على السؤال وتلاقي عنده سؤال تاني مجاوب وهكذا. طب احنا ازاي نرد على الاسئله ديت؟ هو ده الشيء المهم اللي نفهمه. لو ما كانش في تواصل بينكم وحديث بينكم، تاخدي خبرات زوجك وزوجك يديكي خبراته وانت تديله خبراتك في هذه الموضوع، لان هناك اختلاف اساسا في تكوينكم الشخصي. الست بعاطفتها الجياشه جدا والراجل بفكره جدا، فالراجل دايما يتعامل بالفكر والست بالعاطفه. أو الولد يسأل مثلا أنت ليه شكلك مختلف عن بابا؟ ونبدأ نفهمه إن الراجل له طباع مختلفة وتكوين فسيولوجي مختلف عن الست، والست لها تكييف فسيولوجي مختلف عن الراجل، وإن أختك البنت هتبسط ليها لما تكبر شكلها يختلف. ونبدأ نوصف له الموضوع بطريقة سهلة وبسيطة ويبقى فاهم. لكن احنا نهرب من السؤال، نهرب من الإجابة، نهرب من التعامل، نتيجة ان احنا عندنا جهالة في هذا الفكر. مين منكم بيروح جاي يلاقي كتاب يقراها عن هذه المواضيع فيثقف جنسيا عشان يقدر ان هو يرد على أولاده بطريقة سلسة وبسيطة؟ كل ما زادت معرفة الواحد كل ما كان رده على الأسئلة أسهل وأسلس، وكل ما الواحد ما كانش عنده معرفة يكلكع المواضيع ويبقى مش عارف يرد على سؤال. علشان كده مسؤوليتنا أولا إن احنا نتثقف جنسيا عشان نقدر نرد على أولادنا في المواضيع دي. هدف ربنا من العلاقة الزوجية عمره ما كان مشوه أو ناقص، لأن كل شيء خلقه ربنا هو طاهر.
عشان كده ربنا يوجه نظر بطرس يقول له إن ما طهره الله لا تدنسه أنت. في أعمال 10. فإحنا نقعد ربنا طهر هذه العلاقة، وهذا السر الكلمة اللي تتقال وبنصليها هذا في أفسس 5. هذا السر عظيم، هذا السر بكل مشتملاته عظيم. ولما ربنا خلق كل شيء قال وإذا كل شيء حسن. هل ربنا اللي خلق فينا الجنس لما خلقه ما كانش عارف إن هو شيء حسن جدا؟ فوجد الله إذا كل شيء حسن جدا. لكن هل إحنا نظرتنا ليه بهذا الشكل؟ التعليم المشوهة عن الموضوع ده خلت أجيال كتيرة مننا تبصله بحذر وبدوائر حمراء وبخطوط حمراء، تلاقي نفسنا إحنا مش عارفين نتعامل مع الموضوع. مع أن العلاقة الحميمة في المسيحية خبر صار وتجربة إنسانية على أعلى مستوى من الرقي والسمو والإشباع النفسي والجسدي. ولما أقول إشباع نفسي وجسدي فعلا هو كده. الإنسان الغير شبعان في هذا الموضوع مهزوز نفسيا، ويبدأ يفكر وفاقد للثقة في نفسه وفاقد الثقة في مراته. طب هي بتمتنع ليه؟ طب هي مش عايزة ليه؟ هل أنا فيها شيء ناقص؟ أنا في شيء مش كويس؟ هل هي ليها فكر تاني؟ هل ليها أفكار مع حد تاني؟ هل هي بتشبع بطريقة تانية؟ دوامة بقى، هندخل في دوامة تجيب لنا أمراض نفسية ونتهز نفسيا ونبقى تعبانين في الموضوع ده خالص. أجمل ما أبدعه الله هو الإنسان. الإنسان ده الرجل والمرأة اللي خلق ربنا على صورته ومثاله، وكان حسنا جدا. وميز ربنا بين الراجل والمرأة، ذكورة الرجل وأنوثة المرأة ميزت الإنسان شكل وموضوع. وده نقدر نرد بيه على أسئلة أولاد. ولما ميزهم ده عشان ينتسب كل واحد للآخر، أن يكون له اشتياق للآخر زي ما قال الكتاب. يكون اشتياقك لإيه؟ لزوجك. فيصير الاثنان إيه؟ واحدا. ويتبادلوا لغة الحب روح وجسد من خلال العلاقات الحميمة بينهم وبين بعض. نفسي أقول لكم شوية حاجات كده صغيرة. في علاقتنا مع بعض بعيد عن الموضوعات، الكلمة الطيبة ترتب النفس، والاهتمام بالآخر يعطي للآخر اشتياق لينا ببعض. لما تحس ان انت مهتم بيها جدا فالطبيعي انك تبقى محتاج لها ومشتاق لها. فلما تشعر انك بتطلب الكلام ده ما تحسش انك انت ما بتعرفش تتكلم معها كويس الا ما يبقى محتاج. ولما تحس انك مهتم ليك هي بتبقى محتاجة لك اكتر ما انت محتاج لها. لكن يبقى لسه متخانقين ومزعقين لبعض ومقطعين في بعض، وبعدين نبص لنفسنا حد يبقى عايز التاني ازاي؟ فالموضوع ده مسيء جدا ومشين جدا. لما نبقى تهتم بكل امور زوجك في البيت هتلاقيه قريب منك جدا. والمواضيع في ابسط الامور، وخدوا بالكم ان يخلي العلاقه قويه بينا التفاصيل الدقيقه والصغيره اللي بتحصل طول اليوم. يعني اضرب لكم شويه امثله صغيره. لما بتبقى عارفه انك انت تصحى الصبح تحب تاخد فنجان القهوه بتاعك قبل ما تنزل الشغل، وتصحى الصبح تلاقيها قامت بدري وعملت لك الفنجان
وعملت لك حتة توست جنبه سندوتش أو حاجة أو بتاع، عارفة أنت بتحب إيه وعارفة أنت بتبقى عايز إيه. تقول يا مهتمة واخدة بالها، هذا الاهتمام البسيط جدا يولد نوع من الحميمية بينك وبين بعض، حاسس إن في حد بيهتم بيه، كارنج يعني. لما يرجع من الشغل ويلاقيكي طبخة له طبخة معينة بيحبها، وتقولي له أنا عارفة إنك بتحب الأكلة الفلانية وعملتها لك، الموضوع ده يقربكم من بعض جدا، بيدي انطباع قد إيه أنت مهتمة بيه وفارق معاكي تعملي له حاجة بيحبها. لما أنت تيجي تبقى ناسي تاريخ ميلادها أو عيد جوازكم أو حتى تاريخ اللي اتعرفتوا فيه على بعض، إن شاء الله تجيب لها وردة وتقول لها أنت فاكرة النهاردة كان في إيه أو التاريخ الفلاني إيه. الموضوع ده يفرق مع الست جدا جدا، مش هتقدم إيه لكن أنت فاكر إيه ومهتم بإيه وعلاقتكم ببعض شكلها إيه. لما يجي يجيب القميص بتاعه ويحطه لك على الغسالة ويقعد أسبوعين ما تغسلش لي ما في قمصان كتير، ويجي يحب يلبس القميص ده ولاقيه مرمي، الموضوع يفرق معاه جدا ويحس إنك مش مهتم بيه ولا فارق معاك. لما تهتم بأهله وتقدم لهم الاحترام وهو يهتم بأهلك ويهتم، ده بيولد نوع من العلاقة الكويسة جدا. كل ده بيصب أخيرا يعني، كل الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي أنا عايز أوصل له بيوصل لعلاقة حميمية جيدة في علاقتكم مع بعض. إذا قدرنا نهتم بالموضوع ده في علاقتنا الشخصية مع بعض، إذا قدرنا إن احنا نفهم كتير من الأمور عن هذا الموضوع اللي أنا قلته ده، حاجة بسيطة جدا عن العلاقة في هذا الموضوع، هنقدر كويس أوي نتعامل مع أطفالنا بطريقة صحيحة في هذه الأمور. مش محتاج إنك تفكر كتير إنك ترد، مش محتاج إنك تفكر كتير إنك ترد. لو في أي أسئلة نقدر نجاوب عليها في هذا الموضوع. من ضمن الحاجات اللي احنا اللي كنت لسه بنوه ليها كده من شوية، ان احنا نفتكر ان العلاقة الحميمة بين الزوجين تلغي حالة القداسة والطهارة طب احنا نقدر نعلق صورة العذراء في اوضه النوم، نقدر نحط صليب في اوضه النوم فوق السرير، نقدر. هذا السر عظيم، مش كده بنقول كده؟ ما سمعتوهاش في الاكليل؟ هذا السر عظيم، وهذا السر مقدس، وهذا السر اللي ربنا عمله. ولما ربنا خلق حواء وقال لهم روحوا تناسلوا وتكاثروا وتعملوا، كان يقصد ايه؟ ليكن لكم علاقة مقدسة، ليكن لكم علاقة حميمة، مش كده؟ علشان كده دايما اقول هل لو في علاقة حميمة ده يمنع ان انا اصلي اطلاقا؟ هل لو في علاقة حميمة ينفع ان انا اقرا كتابي المقدس اطلاقا؟ هل لو في علاقة حميمة ينفعش ان انا اروح القداس؟ العلاقة الحميمة بنمتنع عنها زي صوم الاكل والشرب بالظبط، زي صوم الاكل والشرب بالظبط، فلازم نصوم على الاقل 9 ساعات قبل وبعد التناول. فهو صوم زي صوم الاكل، ما نفطرش بعلاقة زوجية 9 ساعات قبل القداس و9 ساعات بعد القداس. السؤال بيقول هل العلاقة الحميمة تلغي المطانيات؟ وكيف أو متى نستعد للقداس من هذا؟ جاوبت على هذا الموضوع. فإحنا نصوم 9 ساعات قبل القداس، نصوم 9 ساعات بعد القداس، ما يبقاش فيه علاقة. فهو مجرد ان هو صوم زي صوم الاكل بالظبط، مش حاجة تاني، لكن هذا السر مقدس. في حد كاتب برشامة، مش عارف اقراه ولا لا. انا
سبت البيت شهر ورجعت لوحدي بعد أن زوجي قابل والدي بالصدفة في الشارع وقال له إني أرجع هو هيكون كويس معي، ولكن ندمت إني رجعت وهو مش راضي إنه يجي ياخدني خالص، وبابا قال له هو رفض. خدوا بالكم من حاجة مهمة قوي في العلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية أحبائي عاملة زي المراية. العلاقة الزوجية عاملة زي المراية، فهي انعكاس للتعاملات مع بعض. تبص في المراية تحضن، المراية تحضن. تبص في المراية تبوس، المراية تبوس. تبص في المراية تتخانق، المراية تتخانق. خدوا بالكم الموضوع ده كويس قوي. فتعاملاتكم مع بعض تنعكس على بعض تماما. فكل ما علاقتكم كانت كويسه، كل ما علاقتك كانت معاك كويسه، لازم علاقته هتبقى معاكي كويسه. كل ما علاقتك وحشه، هو علاقته هتبقى وحشه. واحنا بقى نعمل ايه؟ رصيد بيتكون عند كل واحد مننا، سواء رصيد حلو أو رصيد وحش. علشان كده أحيانا نقعد في مشكلة أقول له أخي يا ملهاش رصيد عندك كويس أبدا إنك تسامحها أو تغفر لها، يقول أبدا مفيش رصيد. وأنا أقول لها هو ملوش رصيد كويس، تقول لي أبدا ملوش رصيد. اعمل رصيد حلو عند مراتك، اعملي رصيد حلو عند جوزك، عشان لأن احنا كلنا جميعنا تحت الآلام، كلنا لينا ضعفاتنا الخاصة. فلما الواحد يبقى في لحظة ضعف، هو يبقى عندك رصيد حلو عنده يقدر يمسح الوحش اللي اتعمل. لما هو انت تخرجي من البيت وما عملتيش حساب لحظة الرجوع، وممكن تبقى انت خرجتي وكرمت توجعه ان هو لانك انت خرجتي من غير ما تقولي له خرجتي، فلما تيجي ترجع قولي هي خرجت بنفسها، ترجع بنفسها وتبدأ المشكلة من هنا، والذات تطلع والذات تنتفخ. والكرامة، وما فيش كرامة بين الزوجين، فيش حاجة اسمها كرامة بين الزوجين. لو انت بتحب مراتك، كرامتك من كرامتها وكرامتها من كرامتك، مش حاجة اسمها كده. وبعدين حتى لو مراتك أخطأت وخرجت ومشيت، أنت ما حسيتش أبداً للحظة أنك محتاجها، مش محتاجها كعلاقة حميمة، مش محتاجها فعلاً كزوجة وأم أولادك وحبيبتك اللي أنت اخترتها وارتبطت بيها، وأنك المفروض تتنازل شوية وأنت المفروض تتنازل شوية. إذا احنا الذات طلعت في النص كده يا بتبوظ. حاجة تانية مهمة نفسي أنبه عليها، أرجو خدوا بالكم منها. في حاجة مهمة قوي تقول إذا فقد الزوجين احترامهم لبعض كتبت شهادة وفاة لحياتهم الزوجية. أقولها تاني وركزوا معايا. إذا فقد الزوجين احترامهم لبعض كتبت شهادة وفاة لحياتهم الزوجية. موضوع منتهى الخطورة. ان احنا لحظة غضب او لحظة بتاع او تبص تلاقيني رحت غلطانة وبعدين غلط كبير، وبص تلاقي الراجل اتجرح جرح جامد ومش قادر يعالجه. والدي قالت لي كذا كلمة، كلمة تقول له انت مش راجل، جابت خنجر كده راحت ضرباه، وحسب قامته الروحية بقى وحسب طاعته الأب اعترافه وحسب المسامحة وحسب إن هو يغفر حاجات كتير بقى محتاجة تتصلح جواه عشان يقدر يقبل إن الموضوع ده يتغسل جواه. أقول له أنت فاكر إن ده نفسك ست زي كل الستات؟ ده أنت كذا. جرح، ناس تجرح كده تضرب خناجر كده وتبقى فاكرة إن الموضوع هيطبطب ويعمل والموضوع يتصلح في لحظة وفي كلمة وبتاع. في امور كده محتاجين ناخد بالنا منها كويس قوي في حياتنا الزوجيه. عشان كده اذا كنت غلطتي
وسبت البيت ومشيتي، أو هو غلط. الأمور تتعالج بطريقة أبسط من كده بكتير. ده أنت لو مسكت التليفون وكلمتيه بعتاب رقيق وحلو كده وحسستيه بغلطه، ممكن يعتذر ويجيلك. لكن لو أنت صممتي وهو صمم وكرمته واخداه، يقول هي ترجع، ونبدأ بقى نحط العقدة في المنشار، والمواضيع تكبر وتبقى مش كويسة. يا ريت نتعلم شوية إن إحنا لما يبقى فيه غضب بيننا وبين بعض نجري على أب الاعتراف. أحيانا كتير من المشاكل بتبقى محتاجة ثيرد مان بتوين، كتير من المشاكل تحتاج حد تالت، بس التالت ده لا يكون من هنا ولا من هنا، لأن لما بيدخل العيلتين في المشكلة، المشكلة بتكبر جدا وما بتتحلش بسهولة. تلاقوا العيلة بتاعت العريس أو الزوج واقفة مع زوجها، والعريس والعيلة بتاعت الزوجة واقفة مع الزوجة، والمواضيع بدل ما كانت بين اتنين بقت عيلتين، والموضوع يبقى صعب قوي. الوصية الوحيدة اللي بقولها لأولادي وأنا بجوزهم كلمتين اتنين، قال لهم مشاكلكم ما تخرجش خارج أوضة النوم، مش خارج البيت، ما تخرجش خارج أوضة النوم. لو خرجت في الريسبشن ولا في الصالون ولا في البتاع، خلاص ده في ناس بتقعد فيه. أول ما بيدخل العيلتين في المشكلة، أعرفوا المشكلة مش هتتحل بسهولة. لما تبقي شكاية وتشكي لأهلك وتوحشي صورة جوزك في عينيهم، هتبص تلاقي مش بلعينه، أهان بنتنا وتعب بنتنا وعمل بنتنا، أنت عملت حاجز بينك وبين أهل جوزك. ولو أنت بتحكي كل حاجة لأهلك، دي عملت تساوت، ده جابت، ده ودت، عملت، عملت فاصل بين زوجتك وبين أهلك، فأنتوا كده عملتوا حواجز كبيرة جدا بين العيلتين وبينك وبين بعض. ده ما بيسيبش حاجة لما يروح يقولها لأمه، مأساة. أو هي أنت كل أسرار البيت حتى أسرار أوضة النوم تروحي تحكيها، مأساة. لكن يا ريتكم من فضلكم نقفل نفسنا، نقفل على نفسنا بيتنا شوية، ونحب بعض شوية، ونغفر لبعض شوية، ونتنازل عن ذاتنا شوية، حياتنا تبقى كويسة. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين.